نائب المتحدث باسم شبكة شام في إدلب وريفها محمد الإبراهيم. محمد أهلا بك، هل لك أن تطلعنا على الوضع في مطار تفتنز العسكري عن الغنائم الأسرى من الطيارين طبعا؟ نعم، لعل الخبر الأبرز اليوم في محافظة إدلب هو سقوط مطار تفتنز العسكري في ريف إدلب تحت سيطرة الجيش الحر. هذا المطار والذي يعد من أكبر المطارات في شمال سوريا بعد أيام من المعارك العنيفة وبعد انسحاب العديد من الجنود وآليات النظام منه وبعد وقت قصير على خروجه عن سيطرة قوات النظام، أقدمت طائرات حربية على قصف هذا المطار. مطار تفتنز العسكري هو مطار مخصص للمروحيات العسكرية، وهو يتسع إلى حوالي 60 مروحية وفيه حوالي 20 مروحية على الأكثر لا تزال موجودة في داخل المطار، هي إما معطلة أو مصابة بأضرار نتيجة المعارك التي دارت في هذا المطار. والمعلومات تقول أن هذا النظام قد سحب هذه المروحيات إلى بلدة الفوعة أو معسكر المقصومة القريب من هذه المدينة. مطار تفتنز هو أول مطار عسكري مهم يخرج عن سيطرة قوات الأسد وأكبر مطار عسكري في شمال سوريا بعد هذه المعارك التي دامت عديدة من الأيام فقط تحت الجيش الحر، حيث قاموا باستخدام الآليات التي استولوا عليها في وقت سابق، إضافة إلى الانشقاقات الكثيرة التي حدثت في صفوف جيش الأسد وسهلت أيضا على جيش الحر. نعم محمد، السؤال التالي، بعد السيطرة على مطار تفتنز العسكري، ماذا عن طبيعة المواجهات المقبلة في إدلب؟ ما هي الخطوات؟ نعم، يعني أهم خطوة كانت هي تحرير مطار تفتنز العسكري، وربما بخطة محكمة أخرى سوف يحاول أيضا الجيش الحر السيطرة على مطار أبو ظبور العسكري الذي ما زالت تخرج منه الطائرات العسكرية وتقوم بالطلعات المتكررة وقصف القرى والبلدات المتواجدة في مدينة إدلب، وهي معز البنيان المخصوص أيضا التي ما زالت مستمرة حتى الآن مرحلتها الثانية لتحرير معسكر وادي الضيف والحمدية. إذا تحررت هذه النقاط فنحن نعتبر بأن مدينة إدلب محررة بالكامل وتحت سيطرة الجيش الحر، وتنتقل المعركة إلى داخل المدينة أيضا باستعادتها من قوات الأسد داخل مدينة إدلب. نعم، المتحدث باسم شبكة شام في إدلب وريفها محمد الإبراهيم، شكرا لك.